الله يوضح هذه الحقيقة، أن هؤلاء المرتزقة اللقطاء الصهاينة لا ينتسبون إلى إبراهيم دينيا. يوضح الله هذه الحقيقة: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. ويوضح الحقيقة: نحن أولى بنصرة مسجد إبراهيم، فيقول الله لنا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لو نصرنا مسجد سيدنا إبراهيم ربنا ينصرنا، إن تنصروا الله ينصركم، معادلة واضحة هي. لكن نترك كلة مؤمنة صادقة في الخليل بمفردها تقاوم أعتى آلة عسكرية يا إخواني بمفردها؟ ده احنا لو خرجنا كده مع بعض كده نوضح لهم ان احنا غضبانين معاهم، نشجعهم على الاقل، يعرفوا انهم اخوه في الدين في الدم في العروبه في كل شيء. اليهود في 67 و900 ألف لما احتلوا القدس عروا نساءنا ووضعوا النساء العربيات المسلمات العفيفات في عربات مكشوفه ووقفوا على الطريق نصفين، ووقفوا على الطريق أيها الإخوة، والعربات تأتي فيهن النساء وهم على قارعتي الطريق، وقف اليهود يسفكون ثم يقولون هذا الشعار: محمد مات وخلف بنات. يقصدون طبعا المسلمين اللي هم مش عارفين يحموا عرض النساء. محمد مات وخلف بنات، انتوا بنات، وانتوا لازم تردوا عليا يا اخوانا. الله يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. انت مش نفسكم تموتوا شهداء؟ يا شهاده ببلاش، ما لازم ندفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. الباطل لما ياخد حاجه اهل الحق يروح يجيبوها. انا لله وانا اليه راجعون. وما يحصل الآن في الخليل يدمي القلب فيه أن نرى الهم يحمله مئات من المسلمين في حين يتحمله كل مسلم يتوقع منه أن يكون أولى بإبراهيم عليه السلام من الآخرين. اليهود لم يتغيروا، هذا صحيح، وهذا ما لا نجهله، وكلامهم الذي رواه ابن عباس لم يبرح كلمات مكتب رئيس الوزراء للكيان اللقيط الصهيوني. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمسلم هو أولى وأحرى بأن هو يبدأ يحرر فلسطين بأكملها ويحرر المسجد الإبراهيمي من المجرمين الصهاينة. أيها الإخوة والأخوات، ما المطلوب منا؟ المطلوب منا انتفاضة قوية في جميع الدول العربية بلا استثناء والإسلامية في بقاع الأرض. لابد للإخوة من المسلمين في أوروبا بأكملها بالخروج بالمظاهرات، وكذلك في الوطن العربي في الجامعات، الجامعات تولع. والله لابد أن الجامعات تولع. لما اليهود يشوفوا كده يخافوا يرتعبوا يا إخواننا، اوعى تظن ده لا يرعب، والله يرعبهم ويخيفهم. يبقى محتاجين انتفاضة يا أخوانا، محتاجين انتفاضة في الداخل وفي الخارج. الانتفاضة هي الحل، الحل الوحيد لهذه المشكلة الانتفاضة. ولماذا الانتفاضة يا شيخ؟ في الانتفاضة الأولى المباركة 1987 كانت جابت لنا مولود جميل اسمه حماس. يعني الانتفاضة أسلمت المعركة، أصبح في المعركة الإسلام. كان الأول الإسلام مغيب العروبة، كم دولة يجي 20 دولة دخلت معركة وهزمتهم عصابة صهيونية. فالانتفاضة الأولى كانت انتفاضة قوية، انتفاضة المساجد، كانت تحسب للشيخ أحمد ياسين رحمه الله ولجميع شرفاء فلسطين بأكملهم بجميع الطوائف والمسميات في فلسطين.
فأسلمت الانتفاضة كانت مدياها رونق جديد، أسفرت عنه إيه يا أخوانا؟ أسفرت عنه حاجة كتيرة جدا. أول حاجة أعطت للفلسطيني حق فين؟ في فلسطين، لأنه كانوا بيعتبروا يا أخوانا إن الفلسطينيين موجودين في غزة والموجودين في رام الله وفي نابلس وجنين والخليل، كل دي كانت تبع الأردن، إن دي تبع الدولة الأردنية. لكن الانتفاضة دي جابت لنا مفهوم جديد إن دي أرض فلسطينية، وبدأ العالم كله يشوف صورة إسرائيل المزيفة لما كانوا بيضربوا الأطفال بالحجارة الغليظة ويقطعوا ويدمروا إيد الأطفال وبيكسروا إيد الأطفال في هذه الانتفاضة. بدأ العالم كله يكتشف حقيقة الاستعمار الإسرائيلي داخل فلسطين، بالإضافة إلى الخسارة الكبيرة للبنية التحتية لإسرائيل. الحتة الثانية قالوا إن الجيش الإسرائيلي الصهيوني المغتصب اعترف اعترافا كليا بالعجز أمام هذه الانتفاضة التي كانت تطلق على انتفاضة الحجارة. الحجارة انتصرت على الآلة العسكرية، فبدأوا يفكروا بوش الأب في يعني تفكير سياسي. التفكير السياسي ده جاب مين؟ كان معاهدة أوسلو لو تتذكروا أيها الإخوة والأخوات. بدأوا في التفكير مرة تانية في قرار سياسي، فبدأ يتصلوا بياسر عرفات وبالقيادات الفلسطينية الموجودة وقتئذ. نعمل إيه؟ عاوزين مفاوضات، اللي بدأها بوش الأب، وكان الهدف منها إخماد هذه الانتفاضة اسمها كانت وهم أوسلو. فالانتفاضة دي جابت حاجتين يا أخوانا، أول حاجة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض دي أرض فلسطين. الحتة التانية يا أخوانا لأول مرة نرى الحجر ينتصر على أعتى